من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق انبي في مباراه دور 16 لكاس مصر وصعود النادي الاهلي لدور الثمانيه، سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدرب العام للنادي الاهلي كابتن سامي امصان. كابتن سامي، مباراه صعبه في ظروف صعبه جدا، لكن مهم جدا ان انا في التوقيتات ده وفي الظروف دي ان انا اللعيب يكون واقف على رجليه في الملعب، ان انا اقدر احقق الفوز، خاصه ان مباراه الكاس مباراه دايما لازم تنتهي بمكسب، مباراه اقصائيه. مبروك النهارده على الفوز ومبروك الصعود لدور الثمانيه. طبعا في الاول تحياتي كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن علاء وكابتن عادل وكابتن بلال. زي ما انت قلت مهم جدا، يعني خصوصا بعد الاخفاق الاخير دوت، يعني المباراه كانت مهمه بالنسبه لنا جدا، كان في ضغط عصبي كبير جدا على اللعيبه وعلينا احنا، لكن الحمد لله اعتقد شخصيه لعيبه النادي الاهلي الحمد لله قويه وتقدر تتغلب على المواقف الصعبه اللي بتحصل. يعني النهارده الحمد لله شفت ان الحمد لله اعتقد اداء كويس وريتم كويس وتصميم ان انت تكسب، يمكن برضو الفرص اللي كانت بتضيع ديت يعني اكيد طبعا كبات الكبار اتكلموا فيها ان الشد العصبي جدا بيأثر طبيعي على الاداء خصوصا في الفينشنج يعني. فاعتقد الحمد لله برضو زي ما بقول وبكرر مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا ومهمة جدا بالنسبة للعيبة، استرداد الثقة تاني للعيبة ولينا والجمهور النادي الأهلي اللي أنا طبعا بعتذره طبعا يعني، لكن في الأول والآخر ده كورة، أنت أوقات كتيرة جدا بيبقى الحظ مش معاك يعني، وأوقات كتيرة جدا ربنا بيديلك وبيبقى فيه توفيق، فالله اعلم ربنا يعني عامل دي حاجات قدريه احنا ما نقدرش نعمل فيها يعني. كان في تاثير طبيعي مننا ومن كجهاز ومننا كلعيبه ومن لعيبه، لكن في الاول والاخر انت مش هتقدر تاخد كل حاجه يعني، لكن الاهم ان انت ترجع تاني وتعدل مسارك تاني وتعدل اتجاهك تاني وتكون عندك ثقه في نفسك تاني. واعتقد الحمد لله للعيبه النهارده بشكرهم طبعا على الجهد اللي عملوه دوت والضغوط العصبيه اللي هم بيلعبوا تحتها وان هم يحققوا مكسب مهم جدا، خصوصا على الفرقه برضو عنيده جدا ومدرب عنده خبرات كبيره جدا في الدوري، فاعتقد الحمد لله يعني. كابتن سامي خليني احييك، بتعتذر للجمهور، بتعترف ان عندنا اخطاء عندنا تقصير، انت كواحد من ابناء النادي الاهلي مقدر هذا الامر واكيد مقدر زعل جمهور النادي الاهلي، رحت بينا النقطه في غايه الاهميه، اعتقد كلامك هيبقى كلام طالع من القلب بيلمس جمهور النادي الاهلي. هو اي حد بينتمي للنادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي سواء كان بقى بيشتغل او بره النادي اكيد طبعا بيبقى حزين لاي بطوله النادي الاهلي بيفقدها. يعني النادي الاهلي طبعا متعود على البطولات، متعود على الانتصارات، متعود اللي هو يفرح جمهوره، ودي حاجه طبيعيه يعني. لكن اعتقد برضو ان اللعيبه دي برضو عندها يعني اعتقد اللي هي برضو عملت عليها في اوقات كتيره جدا، يعني زي ما انا قلت لك ان في اوقات كتيره انت ربنا بيبقى ليه حكمه في حاجه انت احنا ما نعرفهاش يعني. يعني اعتقد حتى في ماتش يعني النهارده ماتش النادي الاهلي النهارده يعني اعتقد الماتش اللي فات يعني كان في يعني حاسس ان احنا كنا ممكن يكون مش افضل فنيا لكن احنا كنا افضل في المباراه نفسها يعني. اعتقد نادي الجيش نادي عمل مباراه دفاعيه كويسه لكن ما كانش احنا عندنا برضه الشراسه الكافيه يعني، لكن في الاول والاخر دي كوره يعني وارد جدا بتشوف فرق كبيره جدا بتخرج من خصوصا من المباراه اللي بتبقى بتلعب على مباراه واحده سواء سوبر او مثلا نهائي معين سواء كاس او كده. السنه اللي فاتت بايرن بيخرج من كاس، ليفربول بيخرج من كاس، فرق كبيره جدا بتخرج من كاس، لكن احنا عشان يعني جمهور النادي الاهلي مش متعود على كده، وكان بطوله كانت في المتناول يعني، مش عاوزين يعني نبالغ نقول ان احنا بنلاعب بنلاعب فرقه محترمه وفرقه كبيره، لكن في الاول والاخر النادي الاهلي كانت فرصه قبل المباراه كبيره جدا يعني، واحنا كان عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه نفس القصه اللي احنا نحقق ديت يعني. اولا هتتحسب لينا وتحسب لعيبه وتحسب للنادي الاهلي، لكن في الاول والاخر يعني في حاجات غصب عنك، ما فيش حاجه كل حاجه انت بتتمناها في الدنيا بتلاقيها يعني. فلكن في الاول والاخر احنا بنعمل علينا، والجهاز بيعمل عليه واللعيبه بيعمل عليه، ممكن تكون وجهات نظر الناس مختلفة عننا لأنك أنت مش عايش معانا يعني، أنت الناس دايما بتتكلم في شكل الفرقة و... أنا عايز أقطعك لأن أنا مبسوط إنك قريب من نبض الجمهور وسامع تعليقات الجمهور، وأنت عارف إن جمهور النادي الأهلي جمهور مختلف، نوعية جمهور النادي الأهلي مختلف، أنا عايز لو بلعب أي بطولة في العالم أنا عايزها، فكويس جدا إن أنتوا كجهاز فني لامسين نبض الجمهور. بص طبيعي انا بقول لك اي حد بينتمي للنادي الاهلي عارف كده وعارف المسؤوليه كبيره جدا علينا كجهاز، وعارف جمهور النادي الاهلي دايما متعاطش جدا للبطولات وللكؤوس وازاي يبقى رقم واحد في مش في مصر بس في افريقيا وفي العالم. واعتقد الحمد لله تاريخ النادي الاهلي كله الحمد لله يعني الاول في مصر وفي افريقيا وان شاء الله عالميا ان شاء الله برضو يبقى نفس القصه يعني. فاللي انا بتكلم عليه وانت بتتكلم عليه طبعا احنا طبعا حاسين طبعا بجمهور النادي الاهلي، واحنا يعني انا والله ربنا العالم يعني احنا من ساعه الماتش يعني لحد دلوقتي كلنا كجهاز يعني
ده قبل ما اكون واحد مسؤول طبعا، يعني حاسس طبعا بكل جمهور وعارف غضبهم ومقدر غضبهم جدا ومقدر زعلهم جدا جدا، يعني هم عندهم حق مليون حق يعني، لكن في الاول والاخر يعني انت هتعمل ايه؟ لازم تشتغل ولازم تعدي ولازم تشوف ايه الاخطاء اللي انت وقعت فيها عشان ما تتكررش تاني، ولازم تاخد خبرات بالمواقف اللي هي بتحصل لك ديت، يعني لان المثاليه في الكوره مش موجوده، مفيش مثاليه في الكوره موجوده. زي ما بقول اوقات كتيره جدا ناس بتنتقد الفرقه وشكل الفرقه والتغييرات وكذا وكذا، لكن في حاجات كتيره جدا الناس ما بتبقاش عارفاها، في حاجات كتيره جدا بتبقى كواليس الناس مش عايشينها، في اوقات كتيره جدا بيبقى الناس شايفه حاجات يعني، او احنا بيبقى في حاجات عايشينها مش الناس مش شايفاها، يعني سواء في تمرين، سواء بيبقى في حاله مثلا طبيه، سواء بيبقى في حاله فيتنس، في حاله في لعيبه تقدر تكمل، في لعيبه بتبقى مثلا تقدر تلعب مع بعض بشكل كويس، في لعيبه تانية بتعمل ربط كويس مع بعض، في لعيبه ما بتديش ال 100% مع بعض، ففي حاجات كتيره جدا. لكن الاول والاخر انت لما بتثق طبعا في الفرقه، بتثق في الجهاز، بتثق في اللعيبه، اعتقد بيدي مردود كويس، ويمكن احنا شفناها في تاريخ النادي الاهلي كله، يعني دايما النادي الاهلي بيبقى دايما في ظهر لعيبته، في ظهر جهازه، في ظهر المنظومه كلها، بغض النظر عن اي نتيجه، بغض النظر عن نتيجه احنا لو لا قدر الله يعني لو اي نتيجه بتحصل فينا احنا بنبقى اكتر ناس زعلانين. احنا لو مشينا من النادي الاهلي احنا هنبقى اكتر ناس نتمنى النادي الاهلي يبقى احسن نادي في الدنيا، لان هو ده الاختلاف، يعني هو ده الفرق الوحيد بين النادي الاهلي وباقي الفرق اللي موجوده في العالم كله. يعني اي حد بينتمي للنادي الاهلي لو حتى يعني مش عايز اقول لك يعني يخش النادي الاهلي بس، او يشارك في النادي الاهلي بس، او يبقى يخش منظومه النادي الاهلي بس، اكيد بيحس ان ده بيته. انت بقى بتدافع عن بيتك واللي انت بتحبه واللي انت عاوزه يبقى رقم واحد في كل حاجه يعني. فاعتقد ان شاء الله النادي الاهلي يرجع تاني لوضعه الطبيعي، والقيمه اللي انا بقول لك عليها ديت، ان انت في ظل موسم زي ده انت حققت فيه حاجات كتيره كويسه، سواء افريقيا مرتين، السوبر افريقي، ثالث العالم، ورغم كده برضو في الاخفاق اللي بيحصل لك يعني الناس بتبقى زعلانه، وده الاختلاف الوحيد لجمهور النادي الاهلي يعني. فانا بقول بعتذر طبعا تاني وتالت ورابع وعاشر نيابه عني طبعا، وطبعا الراجل والجهاز كله يعني، اكيد يعني اكيد هو لما يجيله فرصه يتكلم هيتكلم برضه نفس القصه، لان هو راجل حابب جمهور النادي الاهلي جدا، عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي جدا، دايما بيتكلم اللي هو اهم حاجه بالنسبه له، عاوز يسعد جمهور النادي الاهلي. فاعتقد ان هو بيحاول، والاول والاخر طبعا اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. تم محتاج بنقطة مهمة جدا النهارده، بتدي الفرصة حمدي بنشوفه من البداية، عبد القادر، حسام حسن بيظهر في الصورة، ميكسوني، عودة ديانج من جديد، اعتقد كلها مكاسب متعددة من اللقاء النهارده بجانب الصعود لدور الثمانية. بص، كل لعيبة النادي الأهلي مميزة، كل لعيبة النادي الأهلي مميزة، لكن في الأول والآخر أنت لازم تبقى مرتبط، اللي أنت لازم تختار 11 لعيب، ولازم تختار خمس تغييرات، ولازم تختار 20 لعيب في القايمة. فالاختيارات دايما في حالة المكسب طبعا بتبقى اختيارات سليمة وتغييرات سليمة وكل حاجة، وده أمر واقع في الكورة يعني. في حالة لا قدر الله الإخفاق بيبقى لا، وممكن اللعيب ده هو اللي بعد ماتشين ثلاثة أنت بتنتقد الجهاز اللي هو ما بيلعبش، ممكن بعد ماتشين ثلاثة يكون هو اللي بيلعب، فالاختلاف في الكورة ده وارد يعني. لكن أكتر ناس بتبقى عايشة وعارفة قدرات اللعيبة وعارفة حالة اللعيبة الفنية والبدنية والذهنية والخططيه، هو الجهاز الفني في اختياراته، هو اللي لانه اكتر واحد عاوز يكسب هو المدير الفني والجهاز. لكن طبعا هي دي الكوره، وانت طالما اشتغلت في الكوره يبقى انت معرض لجميع الانتقادات يعني، لكن ما تحسهاش الا لما بتبقى بتشتغل يعني، لما بتبقى بتشتغل وتبقى تحط نفسك في مسؤوليه اللي انت تقدر تاخد قرار واللي انت تقدر تختار لعيبه. لكن في الاول والاخر برضو بكرر تاني ان احنا ان شاء الله يكون ده درس نستفاد بيه ان شاء الله الفتره اللي جايه، ان شاء الله بقى في بدايه بطوله افريقيا، ان شاء الله بطوله جديده، وان شاء الله تكمله الكاس وبدايه الدوري ان شاء الله. شكرا لك كابتن سامي، وبالتوفيق في المباراه القادمه. شكرا. كابتن ايمن، اعتقد كلام من القلب من الكابتن سامي قمصان لكل جماهير النادي الاهلي، اعتذر طبعا وقدم اعتذاره للجماهير واتكلم بالقلب وقريب من نبض جمهور النادي الاهلي. خلينا نقول مبروك لكل جماهير النادي الاهلي النهارده الفوز على فريق انبي والصعود لدور الثمانيه، وباذن الله التوفيق للنادي الاهلي في القادم من المباريات. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.